أولا نقول الحمد لله. إذا كانت الأجواء باردة وكم حسيت لها داخل المعسكر أجواء يعني الحمد لله. الفريق نظن لأول مرة 28 لاعب موجودين في الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة قبل لقاء نيجر هنا في مركز سيدي موسى، بحيث غدا سننتقل إن شاء الله إلى مدينة وهران تكون لنا آخر حصة تدريبية. نظن باللي ما عدا الحارس قندوز اللي خارج الإطار نظرا للبطاقة الحمراء اللي غدا في اللقاء الأخير، كل لاعبين اللي في المجموعة جاهزين وممكن يعني الناخب الوطني والطاقم تاعو انهم يدخلوا في المجموعه ان شاء الله. فيما يخص اللاعب احمد خندوسي، وقتاش يلتحق بالفريق تاعو الاهلي المصري؟ واسك بعد نصف النهائي ولا يكمل حتى الاخير؟ شوف، هو باش نعطيكم يعني المعلومه، الاتحاد الجزائري لكره القدم دار طلب رسمي للكاف لابقاء اللاعب خندوسي داخل المجموعه حتى يعني يكمل المنافسه تاع الشان النصف النهائي وان شاء الله لما لا النهائي، باش بعد يذهب الى فاروق الجديد الاهلي. هناك لجنه راهي ستجتمع نظن اليوم، ننتظر القرار النهائي. هو كان موافقه مبدئيه من طرف اعضاء الكاف، ولكن احنا نفضل ننتظر القرار النهائي باش نشوف باللي اللاعب قندوسي ان شاء الله يبقى مع المجموعه ويشارك في النصف النهائي وان شاء الله في النهائي. الى مشينا ان شاء الله للنهائي بمجرد يعني تسجيله وتاهيله مع الاهلي ما يوليش لاعب محلي. لا، لهذا قلت لك شاركت مع لاعبين اخرين في البطوله. قلت لك انا هناك طلب قام به الاتحاد الجزائري لكره القدم رسميا للكاف، وهناك لجنه مختصه ستجتمع عشيه اليوم ان شاء الله، وهي اللي ستاخذ القرار. وحسب يعني الاول اصداء اللي جاتنا هو ان هناك موافقه مبدئيه، ولكن احنا نفضل ننتظر القرار النهائي. ومن المفروض اللاعب قندوسي ان شاء الله يبقى مع الفريق حتى نهايه الشهر. فيما يخص سفريه وهران والحصه التدريبيه الاخيره؟ بالنسبه لسفريه وهران ان شاء الله نكون غدا على الساعه 9 صباحا في مطار هواري بومدين الدولي، ثم الانطلاقه ممكن الساعه 9 ونصف ولا 10 الى مدينه وهران. هناك ندوه صحفيه كالعاده، ليله المقابله ستكون على الساعه منتصف النهار ونصف، نشر الناخب الوطني وكذلك المهاجم ايمن محيوس. وهناك حصه تدريبيه اخيره في الملعب في الميدان الملحق لمركب ميلود هدفي بمدينه وهران، وتكون مفتوحه مره اخرى الى